مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. أبارامول هرق ما هزتش ركيب هزتك أنت. الهرق ما هزتني أنت هزتني إيني صحيح. به شو اللي صار بعد الهرق ما؟ والله في الهادي بالنسبة لل يعني بطبيعتي مش نفهم شنو اللي صار بالضبط، على خاطر الحكاية معتها أمور عادية، تكلمت بكل تلقائية وهما بعد معتها فاجئوني اللي وقفوني على العمل، لذا أني خدمت معهم معتها تقريبا خدمت شهرين وتفهمنا على أساس باش نخدم معهم عام كامل. يا أخي تفاجأت معتها وقت اللي كملت الحكاية معتها من موت غدوة لمي الدبسي وروحت، فهمت؟ أي يعني معناتها ما خلوليش حتى فرصة ولا كلموني ولا أحكيوا معايا ولا قالوا لي شنو المشكل ولا حتى باهي نبدأ اللي روحت نبدأ في شبيك تلاهث أنت؟ قلت لي شبيك تلاهث؟ ليه دخلت للدار على خاطر كنت البرة. آه أي به أي تعطم الدروج هذك عليه. آه أوكي داكورد واه.